بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خير. شوف ما كرم ربنا، شوف يجي يسهلنا الطريق القرب منه وإحنا في سياق. شوف يا ناس رد بالكم، خير ربي وخير رمضان ما يجب يفهموا إلا من آمن بالله ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعمل بما جاء في القرآن العظيم. ينبغيات ولا آت، أعنى افعل ولا تفعل، مانيش نلعب. أعنى في القرآن في نص القرآني اللي يحترم حدود الله، هو اللي علمها، هو الذي وضعها، هو الذي بين اللي يحترمها فلا ظلم يقع عليه، ومن تعدى على حرمتها ما يرى قدامه إذا كان ما عجلش بالتوبة ما يرى قدامه إلا الخلا وجدع. وهذا نصيب أعداء الرحمن، والسلام علينا أهل الإسلام والتوحيد. آمين. ربنا اجعلنا كذلك وخير حال من هذا، والسلام.